السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، معاك شريف شامي، والنهاردة هنتكلم عن المجموعة التانية من الحلول واللي بتقدمها شركة جودوكس وهي VL سيريس. زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وشفنا ان شركة جودوكس بيقدموا الاضاءات بتاعتهم بكذا حل علشان يلائم الاحتياجات المختلفة. من اول حاجات اللي هتلاحظها في السلسلة بتاعت الفي ال وهو الحجم بتاع الاضاءة نفسه الصغير جدا، واللي بيسمح لك انك تركب الاضاءة دي مثلا على فوم ستاند وما بيبقاش فيه وزن كبير جدا في المكان اللي انت بتحط فيه الاضاءة، بالاخص لو انت هتضيف اي موديفاير، لو سوفت بوكس او اوكتا بوكس هتضيفه هيزود من الوزن بتاع الاضاءة اللي على الفوم ستاند وهيبقى صعب جدا انك تربطه. وده ليه؟ لان هم غيروا الديزاين بتاع الاضاءة، ما خلوش كل الحاجات موجودة في الجسم بتاع الاضاءة نفسها. زي ما انت شايفين ده جسم الاضاءة نفسه وده يعتبر الكنترولر. وكمان من الميزات اللي موجودة في السلسلة بتاعت الـ VL وهي امكانية انك تركب V-Log باتري. الـ VL200 والـ VL300 تقدر تشغلهم باتنين V-Log باتري، اما الـ VL150 تقدر تشغلها بس ببطارية واحدة، ولكن دولت علشان الباور كبير فبتحتاج بطاريتين. هنلاقي من هنا الكنترولر اللي تقدر تتحكم فيه في الاضاءة، وده يعتبر برضو ميزة، لانك لو مثبت الاضاءة مثلا في اي مكان عالي انت مش محتاج تطلع لحد الاضاءة علشان تتحكم مثلا فيها، انت تقدر من على بعد او من عن طريق الكنترولر ده انك تتحكم في الاضاءة، توطي الباور او تعليق او تغير الشانل او تعمل اي حاجة. ومش بس كمان تقدر تتحكم عن طريق الكنترولر ده، تقدر كمان تتحكم عن طريق الريموت كنترول، تقدر تشغلها وتطفيها، تقدر تغير الباور، ولكن عن طريق الريموت كنترول تقدر تنزل لحد 10% بس. لو عايز تنزل بالباور عن 10% هتضطر انك تتحكم في الاضاءة من الكنترولر نفسه. ومش بس كده، تقدر كمان تتحكم في الاضاءة دي عن طريق الموبايل ابليكيشن، تقدر تشغلها وتطفيها، تقدر تتحكم في الباور، تقدر تعلي الباور، تقدر تقلله. لو عملت سلايد على اليمين او على الشمال هيزود 10% او هيقلل 10%. زي ما انت شايفين الكنترولر فيه 2 انتنز او 2 انتنة، في واحدة فيهم علشان تتصل بالريموت كنترول والتانية علشان تقدر تتصل بالتليفون. ومن الميزات كمان في التصميم ده اللي فصل الاضاءة عن الباور سبلاي وعن الادابتر، ان نظام التبريد او المروحة مش هيحتاج ان هو يبرد لكل الحاجات دي، او مش هيحتاج يقلل درجة الحرارة بتاعت كل المكونات دي في الجسم الصغير بتاع الاضاءة. وده حسن جدا من تقليل الصوت بتاع المروحة بتاعت الاضاءة، لان المروحة اللي موجودة في الاضاءة نفسها بقت بس تبرد الاضاءة نفسها، مش محتاج ان هي تبرد الباور سبلاي وتحتاج ان هي تبرد الادابتر، فده قلل بكتير جدا النويز بتاعت المروحة. وكمان المروحة في الاضاءة دي بتشتغل تلقائيا اول ما درجة الحرارة بتاعت الاضاءة تعلى. في الاضاءات القديمة مثلا زي SL انت بمجرد ما تشغل الاضاءة حتى لو انت طافيها بالريموت كنترول انت بتسمع صوت المروحة شغال على الفول باور، ولو انت بتصور في مكان الجو فيه كويس او بارد شويه مش هيسخن الاضاءه، فانت تقريبا هتقدر تشغل الاضاءه لحد 40 او 50% بدون ما المروحه تشتغل. جوده الاضاءه دي هي عاليه جدا وهي تقريبا نفس جوده الاضاءه بتاعت الاس ال واليو ال، ودرجه التي ال سي اي في الاضاءه دي هو اكتر من 95 درجه. الاضاءه دي هي مش بايو كلر، هي دي لايت. الكلر تمبريتشر بتاع الاضاءه دي هو 5600 كلفن. تقدر تشتري الاضاءه دي كلها من ادفانس ميديا او تقدر تشتريها من اللينك اللي تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكوا الحلقه الجايه، سلام.